السلام عليكم، معكم سفيان سوسيتي اغروسيم ريسبونسابل ديفلوبمون. كما كتلاحظوا الشكل الخارجي التمرة ديال الوفاق هو شكل جد جذاب مع لون خارجي اصفر الى برتقالي مع شبكه اللي كتغطي الشكل الخارجي كامل التمرة. بالنسبه للشكل الداخلي التمرة هو اللون ديالو كيكون ما بين ابيض الى كريمي مع تجويف جد صغير. بالنسبه للحلاوه هي حلاوه جد مرتفعه كتروح ما بين 15 حتى 17 بالنسبه للبريكس. بالنسبه للتحفيظ فهو كيمتاز مده تحفيظ جد كبيره اللي كتروح ما بين 10 ايام حتى 20 يوم.